كابتن زكي ازيك؟ كابتن زكي يا كابتن احمد، ده صحتك؟ وحشني يا حبيبي، اخبارك ايه؟ انت اصلا والله انت الحمد لله كله تمام. اخبارك ايه واخبار العائله؟ كله تمام الحمد لله. تمام يا حبيبي، المهندس علي العباسي بيسلم عليك. ماشي صبحت علي ايه بس عليه عندكم بقى. طيب يا حبيبي. طيب كابتن زكي، بالتاكيد حزين على ما قال اليه غزل المحله، وبالتاكيد لديك ما تقوله رغم ان انت في الغربه وفي الامريكا، لكن برضه مصمم ان انتمائك للمحله لا يتغير ابدا يا كابتن. طبعا طبعا طبعا، انا لان ثلاث سنين اللي انا كنت موجود فيهم او سنتين ونص في المنتخب ما كنتش بحاول اتدخل ولا اي حاجه. بس ايه، في حاجه بس يا كابتن احمد، انا قدام ربنا وشهاده قدام ربنا. بالنسبه من اول ما قابلت المهندس فؤاد عبد العليم، وانا يعني عرفت او اتاكدت ان المريخ هيقع. انا اذا كان في فساد او حاجه، انت عارف ان انا صريح واقول لك في وشك على طول يعني. فكان في فساد فدور على الراجل ده من الاول. انا 2009 كنت قاعد احكيها، حكيتها قبل كده، انا هحكيها لك بس عشان الناس تعرف. 2009 نزلت اما نزلت بعد كاس القارات، لقيت على الصرخه بيقول لي ده رئيس مجلس الاداره بتاع الشركه عايز يتعرف بيك ويسلم عليك كده، مفيش مشكله. رحنا المكتب، قعدنا عنده انا على الستار، وتعرفت وقعد بشرب القهوه. لقيت المدير مبعد بتاعه، لقيته داخل بيقول له ده في شركه في اسكندريه لما اظن سبيه ولا حاجه زي كده، عليها لنا 8 مليون جنيه ومش عايزين يدفعوا، معهمش بالظبط كده اللي بقول لك قصه يا كابتن احمد، معهمش فلوس، هم عندهم بطاطين عايزين يدوهالنا، عندهم معهمش سيوله. فالراجل قال له ما فيش مشكله، البطاطين دي، قال البطاطين بتاعتهم مش كويسه، ده الواحده بتتباع 25 جنيه، احنا بطاطين المحله بتتباع 75 جنيه. قال له طب اقول لك حاجه، هات البطاطين منهم ما فيش مشكله، ولما تيجي شيل الستر بتاع السيه وحط ستر غاز المحله ونبيعها بسعر غاز المحله. يا نهار ابيض، انا صعقت ان اسم المحله اللي مثلا تروح تشتري بس اي حاجه المحله فوطه شعار مسجل المحله دي، لقيت اسم غاز المحله بالنسبه له ما تفرقش للناس اللي بقى لها من ايام طلعت حرب بتنش على النادي ده وعلى اسم الشركه ده انه يكبر، ده بيخليه كده عشان ايه؟ بس في زمان انا قلت انا ماشي وساعات يلا، قال لي ما قلت له يلا انا ماشي، وانت خلاص من عنده. قلت له الراجل ده لا بيهمه غزل المحله ولا امام المحله، الراجل ده ممكن يعمل اي حاجه، اللي بيبيع اسم المحله عشان حاجه زي دي. الناس لما تشتري واحد لما يروح يشتري بطانيه ويلاقيها مضروبه بتاع، هيشتري ثاني من غزل المحله ازاي والكلام ده؟ العقليه ما لقيت ان هو دي الحاجه اللي حتى ولا عرفت ان هو ما بطبقش. الله انا ما شفتش حاجه ثانيه غير كده، انما بسمع وكلام بس، دي حاجه حاطط في، بس انا ما بفوجئش ان هو ممكن يعمل اي حاجه، اي حاجه ممكن تتخيلها يعني. انا حبيت بس اقول الموقف ده حصل قدامي. اشكرك قدام ربنا، ربنا يشهد على كده. اشكرك كابتن زكي، شكرا جزيلا.